السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا إن شاء الله غادي نواصلوا المراجعة ديالنا، واليوم غادي نشوفوا واحد الفقرة خاصة بالتأويل الهندسي ديال النهايات، نزولا عند الرغبة ديال جوج التلاميذ طلبوا مني باش نديروا هذه الفقرة هذه، لأنهم كيلقاو واحد الصعوبة في تأويل النهاية هندسيا. إذا غادي نتوكلوا على الله. دونك دائما ملي كنبغيو نحسبوا النهايات عندنا جوج ديال الأنواع، كنحسب الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر ديال اف لي اكس، او الليميت ديال اكس يؤول ما لا نهايه ديال اف لي اكس. دونك دائما هاد جوج الانواع اللي كنلقاو، النهايه ديال اكس يؤول اكس صفر، ولا النهايه ديال اكس يؤول ما لا نهايه. غير ما لا نهايه هنايا اما تكون زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. دونك غادي نحاول ما امكن نفسرو هاد النهايه الاولى، وغادي ندوزو عاود نفسرو هاد النهايه هادي اش كتعني. اذا الى حسبنا الليميت ديال اكس، الليميت اكس يؤول اكس صفر ديال اف لي اكس، عندي جوج حالات، اما غادي نلقى ال، غادي نلقى واحد العدد ال، ولا غادي نلقى ما لا نهايه. دونك ملي كنحسب هاد النهايه هادي إيه ممكن نلقى عدد 4 جوج ناقص 3، ولا نلقى زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. اش كتعني لنا هادشي هذا؟ اش كتعني لنا الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر ديال اف لي اكس تساوي ال؟ يعني ملي كنحسب الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر ديال اف لي اكس تساوي ال، اش كتعني لنا هادي؟ كتعني لنا ان كل ما قرب اكس بزاف لاكس صفر، يعني اكس يقترب من اكس صفر بما فيه الكفايه، هاد الدالة اف لي اكس كتقرب هي العدد ال. دونك اكس يؤول اكس صفر كتعني لنا بان اكس كيقرب لاكس صفر بزاف، يعني يقترب منه بما فيه الكفاية، هاد اف لي اكس كتقرب هي العدد ال. ودائما في المعلم لاحظوا، دائما عندنا في المعلم هاد المحور هذا اللي هو محور الافاصيل، وعندنا هاد المحور هذا اللي هو محور الاراتيل. هاد محور الافاصيل هو اللي مرتبط باكس، وهذا المحور الاراتيل هو اللي مرتبط باف لي اكس. اذا ملي كنقول اكس يقترب من اكس صفر، مثلا دابا عندنا اكس صفر هنا، دونك شنو هي اكس كيقرب لاكس صفر؟ اذا كيقرب هنا ها هو، ولا غادي يكون هنا صافي. دونك اكس يقترب لاكس صفر، هذا هو المحور ديال اكس، يعني اكس غادي يقرب لاكس صفر اما هنا ولا هنا. الداله اف كتقرب لواحد العدد ال، لاحظوا عندنا هنا العدد ال، اذا الداله اف كتقرب عاود هي لهذا العدد اما هنا اما هنا. دونك المنحنى كيكون مثلا المنحنى ديال السيف هو هذا. دونك اذا كان هذا العدد ال هو الصوره ديال اف لي اكس صفر، كنقولوا بان الداله متصله هنا. دونك اذا كان هذا ال هو اف لي اكس صفر وهذا، كنقول بان هنا الداله متصله، يعني عباره عن خط متصل. واذا كان كيخالف اف لي اكس صفر، كنقول بان الداله غير متصله، اذا كيكون هنا الخط متقطع. فهم الفكره؟ اذا كان اكس كيقرب لاكس صفر ديال اف لي اكس، وقينا هو اف لي اكس صفر، كتكون متصله، يعني خط متصل. واذا كان كيخالف اف لي اكس صفر، كيكون هنا عباره عن خط متقطع. دابا الاشكال اللي عندنا هو الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر، ولقينا هي ما لا نهايه، اش كتعني لنا هاد؟ دونك لاحظوا شوف، غادي نحسبوا اكس الليميت، الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر ديال اف لي اكس تساوي، ولقيناها ما لا نهايه، اما زائد ما لا نهايه اما ناقص ما لا نهايه. اش كتعني لنا هادي؟ ان ملي كيقرب اكس لاكس صفر بما فيه الكفايه، اف لي اكس كتاخذ قيمه كبيره بزاف، اما زائد ما لا نهايه ولا قيمه صغيره بزاف اللي هي ناقص ما لا نهايه. غادي نحاول نحولوا هذا الشيء في ميبيان. دونك لاحظوا، قلنا هذا المحور ديال الاراتيب هو اف، وهذا المحور هو ديال اكس. عندنا واحد اكس صفر هنا ها هو، عندنا اف هنا، هنايا كاينه ناقص ما لا نهايه ديال اف، وهنا كاينه زائد ما لا نهايه، وهنا داكشي اللي مرتبط باكس. دونك لاحظوا ملي كيكون اكس كيقرب لاكس صفر، دونك غادي يكون عندنا جوج الحالات، اما غادي يقرب من الجهه ديال اليمين، ولا غادي يقرب من الجهه ديال اليسار. اذا هاد اكس كيقرب لاكس صفر،
هو هذا اللي رسمت لكم هنا بالزرق، يعني ما يقدر يكون على اليمين يعني اكس صفر زائد، ولا غادي يكون اكس صفر ناقص يعني من الجهه ديال اليسار. الداله اف ديالنا كتقرب لين اما زائد ما لا نهايه اما ناقص ما لا نهايه. اذا لاحظوا فاش كيكون اكس هنا الداله كتكون في زائد ما لا نهايه، هي هادي. دونك غادي نحصل على واحد المستقيم هو هذا، ها هو. دونك هاد الحاله هادي فوقاش، يعني حسبت الليميت اكس يؤول اكس صفر زائد ديال اف لي اكس، شنو لقيناها؟ زائد ما لا نهايه. هي كاين فاش كيقرب اكس لاكس صفر زائد الداله كاينه في زائد ما لا نهايه. فوقاش غادي نرسم مثلا دابا هاد الحاله هادي، هاد الحاله هادي. دونك في نظركم اكس لي قرب قرب لاكس صفر زائد، دونك ها هو الليميت ديال اكس يؤول اكس صفر زائد ديال اف لي اكس، وين الداله هي اللي قربات قربات الناقص ما لا نهايه. اذا هنا ناقص ما لا نهايه. عاد فوقاش غادي نرسم هنايا، فوقاش غادي نرسم هنا الا كانت الليميت، لاحظوا اكس اللي كيقرب لاكس صفر ناقص يعني من الجهه اليسار، والداله فين قربات هي زائد ما لا نهايه. وفوقاش عاد غادي نمثل هنايا الليميت ديال اكس يؤول لاكس صفر ناقص ديال اف لي اكس هي ناقص ما لا نهايه. واضح؟ دونك لاحظوا حصلنا على واحد المستقيم هو هذا، المنحنى وهذا المستقيم كيكونوا متقاربين، إذا هذا المستقيم كيتسمى مقارب، غير هو كيفاش داير؟ عمودي ولا رأسي للمنحنى سي اف. إذا كنقولوا في التأويل إكس يساوي إكس صفر مقارب عمودي للسي اف. مفهوم؟ مثلا مثلا حسبنا الليميت، مثلا في شي ليميت اكس يؤول مثلا ليميت ديال اكس يؤول لواحد زائد ديال اف لي اكس تساوي مثلا ناقص ما لا نهايه. دونك كيفاش غادي نؤول هذا الشيء؟ لاحظوا اكس كيقرب لين ها واحد، اذا اكس كيقرب لواحد زائد ها هو ها واحد زائد، الداله هي فين قربات؟ ناقص ما لا نهايه، قلنا ناقص ما لا نهايه الداله هو هذه، وهذه زائد ما لا نهايه ديال الدالة، هنا قلنا إكس، دونك قربات الناقص ما لا نهاية، دونك المنحنى غادي يكون هنا، دونك لاحظوا غادي نحصل على واحد المستقيم هو، هذا المستقيم مع السي إف هنا كيفاش دايرين؟ متقاربين، إذا غادي نقول بأن إكس كيساوي واحد مقارب عمودي للسي إف، مفهوم؟ دونك غادي ندوزو للنهاية الأخرى، فاش كنحسبو الليميت، إكس يؤول بغيت نحسب دابا الليميت ديال اكس يؤول لما لا نهايه ديال اف لي اكس. عاود نفس الشيء، هاد النهايه هادي نقدر نلقى عدد نسميه بي، ونقدر نلقى ما لا نهايه، نقدر نلقى زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه، نقدر نلقى عدد جوج ناقص جوج اربعة على حسب، وين هنا اكس يؤول لين زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. الله غادي نشوفوا الحاله الاولى، الليميت ديال اكس يؤول لما لا نهايه ديال اف لي اكس تساوي بي. الله هذه شنو كتعني لنا؟ عاود كتعني لنا ملي كيقرب اكس لين زائد ما لا نهايه يعني كيكون كبير بزاف، ولا كيقرب لناقص ما لا نهايه يعني صغير بزاف، هاد الداله اف لي اكس كتقرب للعدد بي، كتقرب للعدد بي. غادي نحاولوا نشوفوا هذا الشيء. هذا اذا دائما عندنا قلنا المعلم هو هذا، عندنا اكس هنا وعندنا اف لي اكس هنا. لاحظوا اكس كيقرب لما لا نهايه، الا كنا هنا يعني اكس كيقرب لين زائد ما لا نهايه، والا كنا هنايا يعني اكس كيقرب لين ناقص ما لا نهايه. الداله ديالنا اف كتقرب للعدد بي، اذا العدد بي عندنا هو هذا. دونك فاش كيكون اكس زائد ما لا نهايه اف كتقرب للبي. دونك لاحظوا الا رسمت بي هي هذه، فاش كيكون اكس زائد ما لا نهايه والداله كتقرب للبي، يعني غادي يكون هنا منحنى، لاحظ ها هو الداله اف قربت لهذا، ولا غادي يكون هنا، عندي جوج الحالات. وإلا كنت عاود في ناقص ما لا نهايه غادي يكون اما هنا اما هنا. هادي شنو كتعني لنا دابا؟ الليميت ديال اكس يؤول ناقص ما لا نهايه ديال اف كتساوي بي، وهنا اش كتعني لنا هادي؟ الليميت في زائد ما لا نهايه ديال اف كتساوي حتى هي بي. كيبقى لي الاشكال، واش من الفوق ولا لتحت؟ دونك هنايا كنمشي لجدول التغيرات كيكون عندي،
هنايا الا كانت اف تناقصيه، يعني ملي كندير الجدول الا لقيت اف حدا زائد ما لا نهايه تناقصيه، يعني السي اف خصو يكون الفرع. ولتحت الا كانت اف تناقصيه، وهنايا عاد العكس، هنا الا كانت اف تزايديه وهنا اف تناقصيه، باش كنعرف واش من الفوق ولا لتحت. جدول التغيرات حدا زائد ما لا نهايه كنشوف الداله كيفاش دايره، ولا حدا ناقص ما لا نهايه هو اللي كيعطيني الوضع واش من الفوق ولا لتحت. اذا هذا كيتسمى مقارب افقي، Y يساوي B كيتسمى مقارب أفقي للسي إف بجوار، كنت كنضيف زائد ملانية غادي نقول في زائد ملانية، كنت كنقول في ناقص ملانية غادي نقول بجوار ناقص ملانية. مثال مثال، متى حسبنا الليميت، متى حسبنا الليميت ديال X، الليميت X يؤول لزائد ملانية ديال اف لي اكس، لقيناها تساوي ناقص جوج. اذا اش كتعني لنا هادي؟ ملي كيقرب اكس لزائد ما لا نهايه، اف قربت لين العدد ناقص جوج. اذا غادي نرسم، لاحظوا ها اكس في زائد ما لا نهايه، هذا هو اكس وهذه هي اف لي اكس. فاش كيكون اكس هنا كتقرب الداله لين ناقص جوج، ها ناقص جوج، اذا غادي يكون عندي هذا المستقيم هذا. الدالة فاش كيكون اكس هنا كتقرب، دونك عندي اما هنا اما هنا، على حسب. عاود الى قال لي الدالة كانت فهاد الجهة تناقصية دونك يكون من الفوق، الى كانت تزايدية غادي يكون من التحت. واضحة؟ دونك بقات لنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة شنو هي؟ كيقولنا ليميت اكس يؤول ما لا نهاية ديال اف لي اكس كتساوي ما لا نهاية. متى حسبنا الليميت في زائد ما لا نهايه لقيناها زائد ما لا نهايه، ولا حسبنا النهايه في ناقص ما لا نهايه ولقيناها هي ناقص ما، المهم اكس في ما لا نهايه والداله اف في ما لا نهايه. هذه كتعطي لنا البلاصه فين غادي تترسم سي اف، هذه كتعطي لنا البلاصه فين غادي تترسم سي اف. كيفاش؟ لاحظوا هاي ها المعلم، هنايا اكس هنايا اف لي اكس، اذا هنايا عندنا ها اكس في زائد ما لا نهايه، ها اكس في ناقص ما لا نهايه، ها الداله في ناقص ما لا نهايه، ها الداله في زائد ما لا نهايه. اذا الى حسبت الليميت في زائد ما لا نهايه ولقيت زائد ما لا نهايه، يعني اكس قريب لزائد ما لا نهايه، الداله قريبه لزائد ما لا نهايه، اذا المنحنى ديالي غادي يتسم في هذا المربع هذا. حسبت دابا هذه مثلا الليميت في زائد ما لا نهايه ديال اف هي زائد ما لا نهايه، الا في نظركم ليا اليقين غادي تعرفوا فوقاش غادي نرسم هنا، فوقاش غادي ترسم السي اف هنا. يعني الا حسبنا اكس فين كاين في زائد ما لا نهايه، والداله فين كانت في ناقص ما لا نهايه، عاد فوقاش ترسموا هنايا. يعني اكس فين كاين في ناقص ما لا نهايه، الداله فين كانت في زائد ما لا نهايه، وفوقاش غادي نرسم هنايا. يعني الا حسبت الليميت في ناقص ما لا نهايه ولقيت زائد ولقيت ناقص ما لا نهايه. مثلا في شي تمرين حسبتو الليميت ديال اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس، لقيتوها هي مثلا ناقص ما لا نهايه. اذا هذه راه عطات لنا البلاصه فين غادي نرسمو السي اف، فين غادي نرسموه؟ اكس كاين في زائد ما لا نهايه، الداله كاينه في ناقص ما لا نهايه، اذا غادي ترسم هنايا. عندك تمشيو ترسمو السي اف هنا وهنا، راه ما يمكنش النهايه في زائد ما لا نهايه ما غادي تكون زائد ما لا نهايه مثلا ولا ناقص ما لا نهايه، كتعطيني بلاصه وحده. هنا ممكن تماثل بالنسبه للمحور الاراتيب ممكن، وين التماثل بالنسبه للمحور الافاصيل غير ممكن. دونك ردوا البال الله يجازيكم بخير، هذه راه كتعطيني البلاصه فين غادي نرسم السي اف. مزيان ملي كنرسموا هذه البلاصه هذه كيعطينا، كيقول لنا ودي حسبوا الليميت، الليميت ديال اكس يؤول لما لا نهايه ديال اف لي اكس على اكس. صافي ليميت ديال اف لي اكس على اكس. هنا قبل ما نقول لكم هاد النهايه هادي، لاحظوا هذا هذا الشكل هذا كيتسمى شرجم، المحور ديالو هو هذا. صافي هذا كيتسمى شرجم، هذا المحور ديالو. كناخذ هاد الشويه مثلا، هذا كيتسمى فرع شرجمي، ولا هذا مثلا كيتسمى فرع شرجمي، اتجاهه هو هذا المحور اللي عندنا دابا هنا. دونك ملي كنحسبوا هاد الليميت هادي، لاحظوا شوف ملي كنحسبوا هاد الليميت ديال اف لي اكس على اكس، بما انها نهايه شنو قلنا؟ نقدروا نلقاو صفر، نقدروا نلقاو ما لا نهايه، نقدروا نلقاو
عدد A يخالف صفر. يعني عاود ملي نحسبوا هذه النهايه ممكن نلقاو صفر، ممكن نلقاو ما لا نهايه، ممكن نلقاو واحد العدد كيخالف صفر. في نظركم هنايا غير باش تبقاو عاقلين عليها، حسبنا اف لي اكس على اكس لقينا كيساوي صفر مثلا في زائد ما لا نهايه، هذا كيعني بان اكس كبر من اف لي اكس، يعني المقام هو اللي كيتحكم في النهايه. دونك غادي يعطينا صفر، يعني المنحنى ديالنا غادي يتجر للجهه ديال المنحنى ديال اكس. دونك الا كنت كنخدم هنا لاحظوا شوف غادي ندير هالي هنا ما كنرسمش غير يدي غادي نرخيها، ملي نوصل هنا شنو غادي ندير؟ فرع شل جانبي. لاحظوا الا كملت هاد الشل جانبي هذا غادي يجيني المحور ديالو شنو هو؟ او اكس. الا كنت خدام هنا لاحظوا شوف فرع شل جانبي اتجاهه او اكس، كنت خدام لهاد الجهه هادي عاود فرع شل جانبي اتجاهه او اكس، عاود خدام هنايا فرع شل جانبي اتجاهه او اكس. اذا هنايا الا لقيتيه كيساوي صفر كيتسمى فرع شل جانبي اتجاهه او اكس ولا محور الافاصيل بجوار ما لا نهايه. كنتي خدام في زائد ما لا نهايه قولهم في زائد ما لا نهايه، كنتي في ناقص ما لا نهايه ناقص ما لا بجوار ناقص ما لا نهايه. دابا الا لقينا ما لا نهايه يعني اف لي اكس على اكس لقينا عدد كبير بزاف ولا صغير بزاف، دونك هاد اف كتحكم. دونك سي اف لاحظوا عاود سي اف غادي نمسح هادو. دونك لقينا مثلا ما لا نهايه، دونك عندنا المنحنى قلنا اكس دائما دابا في زائد ما لا نهايه ولا في ناقص ما لا نهايه، الداله حتى هي في ناقص ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه. هذه الداله حسبنا اف لي اكس على حسبنا مثلا ليميت في زائد ما لا نهايه لقينا زائد ما لا نهايه، اذا السيف ديالنا يترسم هنا. حسبت ليميت في زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس على اكس لقيتها ما لا نهايه. دونك لاحظوا غادي نطرق عاود بحال اللي غندير شل جم هو، وهنا غادي ندير فرع شل جامي اتجاهه او ايغري. كنت خدام هنا لاحظوا شوف فرع شل جانبي اتجاهه واي، كنت خدام هنا فرع شل جانبي اتجاهه واي، كنت خدام هنا فرع شل جانبي اتجاهه واي. واضحه؟ بقات لنا الحاله الاخيره هو الا حسبنا داك النهايه لقيناها هي ا جوج ثلاثه وين تكون كتخالف صفر. كيقول لنا عاود حسبوا الليميت الليميت ديال اكس يؤول لما لا نهايه ديال اف لي اكس ناقص ا اكس. عاود ملي كنحسب هاد النهايه اما كنلقى ب اما كنلقى ما لا نهايه، لان يعني النهايه ديما اما عدد اما ما لا نهايه. دابا الى لقينا ب يعني اف لي اكس ناقص ا اكس حدا زائد ما لا نهايه كتساوي ب، اذا لاحظوا شوف احنا دابا خدامين مثلا هنا خدامين هنايا، دونك اف لي اكس ناقص ا اكس كتساوي ب، كنقول بان إيغريك يساوي أكس زائد ب مقارب مائل للسي إف بجوار ما لا نهاية. دونك كنرسم داك المستقيم متى هو، هذا هو إيغريك يساوي أكس زائد ب، كنجي لهنايا بجوار ما لا نهاية. المنحنى ديالي خصو يترسم هنا، ويعني كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون قريب لهاد المستقيم، دونك غادي يترسم إما هنا إما هنا. الا كنا خدامين هنا مثلا دابا هاد الحاله هادي حسبنا النهايه في ناقص ما لا نهايه لقيناها ناقص ما لا نهايه، حسبنا النهايه ديال اف لي اكس على اكس لقيناها هي واحد العدد، حسبنا اف اللي هو ا، حسبنا اف لي اكس على اكس لقينا ناقص ا اكس لقيناها هي ب. دونك عاود هنا غادي يكون متقاربين هو اما هنا اما هنا، واضح؟ دونك يتسمى مقارب مائل يعني غادي يكونوا متقاربين. باش كنعرف دابا واش من الفوق ولا لتحت، باش كنعرف واش من الفوق ولا لتحت، الوضع النسبي شنو هو هذا الوضع النسبي؟ كندير الإشارة ديال إيكغيك ناقص إف لي إكس، ولا العكس، ولا إف لي إكس ناقص إيكغيك، راه بحال بحال. إلا لقيت هاد العدد هذا موجب، يعني شكون اللي كبير؟ واش إف ولا إيكغيك؟ يعني إف كتكون كبر من إيكغيك، إذا غادي يكون سي إف فوق داك المستقيم، وإلا لقيت هاد العدد هذا سالب، غادي يكون سي إف تحت من داك المستقيم، واضح؟ دونك غير نقول لكم الوضع النسبي. كنحسب اف لي اكس ناقص ايغريك، الا كان هذا العدد موجب يعني اف لي اكس راه اكبر من ايغريك، يعني راه غادي يكون فوق سي اف، والا كان صغر من صفر غادي يكون يعني تحت سي اف. دابا الا لقينا ما لا نهايه، الا لقينا ما لا نهايه كيقولنا بان السي اف يقبل فرع شل جانبي اتجاهه ا اكس. عارفين شنو هي ا اكس؟ داله خطيه، يعني كدوز من الاصل،
اف لي اي ايغريك كيساوي ا اكس، هذه داله خطيه مثلا هو هذا. دابا الى حسبت اف لي اكس ناقص ا اكس لقيتها ما لا نهايه، كيقول لي السي اف كيدير واحد فرع شرجمي، ها هو اتجاهه هو هذا المستقيم. دونك عاودي اما هنا اما هنا على حسب الوضع النسبي. كنتي خدام هنا عاود غادي دير بحال غادي دير فرع شرجمي وهذا، واضح؟ دونك هاد المقاربات هادو راهم بساط. واحد المعلومات وحدين اخرين يقدروا يفيدوكم. دونك الا كان عندنا دي اف يساوي ا، هادو ملاحظات تقدروا تستغلوهم. الا كان عندنا دي اف يساوي ا، يعني حيز التعريف ديال الداله كيساوي ا، راه ما عندناش مقارب عمودي، ما يمكنش نلقى عندنا مقارب عمودي. الا لقينا دي اف كيساوي مثلا ار ما عدا جوج، اش كتعني لنا هاد الكتابه هادي؟ اش كتعني لنا دي اف كيساوي ار ما عدا جوج؟ يعني اف جوج لا تنتمي الى ار. شنو هي اف جوج لا تنتمي الى ار؟ يعني لا يمكن حساب صورة جوج، ما كينتميش لار، يعني اف جوج ليس بعدد. دونك ما غاديش يكون عدد، دونك غادي يكون اما ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. اذا هنايا غادي يكون عندي يعني اكس كيساوي جوج غادي يكون مقارب عمودي، غادي يكون اكس كيساوي جوج مقارب عمودي. ومني غادي تحسبوا الليميت ديال اكس يؤول جوج زائد ولا جوج ناقص على حسب التمرين ديال اف، راه غادي تلقاوها هي ما لا نهايه. عندنا دي اف كيساوي ا ما عدا ناقص واحد واحد، راه عندي جوج المقاربات عموديين اللي هو اكس كيساوي ناقص واحد و اكس كيساوي واحد. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه بالنسبه للمقارب افقي، اكثر عدد ممكن يكون جوج، يعني يقدر يكون واحد بجوار زائد ما لا نهايه وواحد بجوار ناقص ما لا نهايه، مفهوم؟ ندير لكم مثال مثلا باش تشوفوا. عندنا هنا مثلا جوج وعندي هنا ناقص واحد، وعندي مثلا شي منحنى داير هكا، سمحوا لي المنحنى هنا نرسمو بزرق، مثلا عندنا منحنى داير. دونك لاحظوا شوف، ملي كيكون اكس في زائد ما لا نهايه الداله اف كتقرب لين لجوج، اذا عندي ايغريك يساوي جوج مقارب افقي بجوار زائد ما لا نهايه. عاود ملي كيكون اكس في ناقص ما لا نهايه عاود الداله كتقرب لشي عدد هنا اللي هو ناقص واحد، اذا ايغريك كيساوي ناقص واحد مقارب افقي بجوار ناقص ما لا نهايه. يعني الماكس ديال هاد المقاربات غيكونوا جوج، يقدر يكون هنا وهنا، يقدر يكون غير هنا وهنا ما يكونش، يقدر يبقى العكس، ويقدر كاع ما يكون عندنا حتى شي مقارب افقي. بالنسبه للمقارب المائل، بالنسبه للمقارب المائل كاين واحد الملاحظه وواحد السؤال كيتحط بزاف، كيقول لنا حسبوا الليميت اكس يؤول ما لا نهايه ديال اف لي اكس ناقص واحد ايغريك اللي هو ا اكس زائد بي. كيقول لنا حسبوا هاد النهايه هادي وماذا تستنتج؟ كيقول لنا الا حسبنا هاد النهايه هادي ولقيناها صفر، ها صفر خص يكون صفر، اذا اف لي اكس هي وهذا كيكونوا متقاربين، بما ان كيساوي صفر يعني كيكونوا متقاربين. والا كانوا متقاربين هذا عباره عن داله تالفيه يعني مستقيم، يعني السي اف مع هذا المستقيم كيكونوا متقاربين. اذا من حقي نقول نيشان ايغريك يساوي ا اكس زائد بي مقارب مائل للسي اف بجوار ما لا نهايه. الا كانت زائد ما لا نهايه غادي نقول زائد ما لا نهايه، كانت ناقص ما لا نهايه غادي نقول ناقص ما لا نهايه. واضح؟ دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، نتمنى ان شاء الله بان هاد المقاربات ما يبقاوش طارحين اشكال في التاويل ديالهم، وغادي نستغلوهم في الانشاء ديال السي اف. ودمتم في رعايه الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. تحياتي لكم.